قال السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية معقدة تعالج قضايا شائكة. وأوضح لقناة السعيدة خلال استضافته اليوم في برنامج تحت الضوء والذي سيبث عقب الحصاد الإخباري، أوضح أن هناك عراقيل تعيق المفاوضات، من بينها ما يسمى بالإعلان الدستوري والذي وصفه في وقت سابق بأحوادي الجانب. هذه المفاوضات معقدة أكيد، لأنها تعالج قضايا شائكة. كانت هناك عراقيل اللي عاقت يعني نهاية هذه المفاوضات بنجاح، ومنها ما سمي بالإعلان الدستوري، لأن حنا كنا على تقريبا متفقين، الأطراف اتفقت على خطوط عريضة، ومن بعد جاء هذا الإعلان الدستوري، لكن استؤنفت. قيل أنك كنت موافق عليه. هذا كلام فارغ لا أساس له من الصحة. كل ما قلت بشكل مكتوب وصريح هو أن هذا ما سمي بالإعلان الدستوري هو إجراء أحادي الجانب. بن عمر وصف بعض الأطراف المتحاورة بالمرتبكة، وقال إن هناك نفاقا عند البعض، ومهمة مجلس الأمن الضغط على كافة الأطراف السياسية لإنهاء الوضع الشاذ في اليمن. بصراحة يعني أحيانا بعض الأطراف لها مواقف واضحة، بعض الأطراف هناك ارتباك وكل يوم هناك موقف، وأحيانا هناك موقف في القاعة في المفاوضات وموقف مع قواعدهم وموقف آخر في الشارع مناقض تماما لما يقوله في القاعة وفي المفاوضات. هذا يربك ويؤخر الوصول إلى اتفاق. هناك نفاق، أكون معك صريح، يقول شيء لما يكون في القاعة يقول شيء آخر لقواعدهم. أحيانا بعض الأمور معقدة، ليست فيها يعني بعض الأطراف ليست لها مواقف واضحة، لكن بشكل عام أنا أظن أن الجميع واعي بخطورة الوضع. مهمتنا الآن هو الضغط على جميع الأطراف السياسية لإنهاء هذا الوضع الشاذ. عليهم كما قال مجلس الأمن أن يدخلوا في المفاوضات بحسن نية. وبخصوص الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها اليمنيون منذ عام 2011، قال بن عمر إن حلمها لا زال قائما وإن هناك إمكانية لإرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. أظن أن الأرضية كلها موجودة في ما اتفق عليه في إطار مخرجات الأحوار الوطنية واتفاق سلم المشاركة. سنعمل في إطار هذا الاتفاق الجديد على صياغة اتفاق يضمن الإرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، لأن كما قلت سابقا هذا الحلم الذي بدأ في 2011، حلم الدولة المدنية، لا زال قائم رغم كل انتكاسات. هناك إمكانية لإرجاع هذه العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، هذا ما نعمل إليه.